اهلا بكما ضيفي الكريمين. ابدا معك دكتور ادموند. يعني موقع فورين بوليسي نشر تقرير تحدث فيه عن اداره جو بايدن وطريقه تعاملها او تواصلها الصامت في تعاملها مع تركيا، حيث اقدم الرئيس بايدن على الاتصال مع كافه قاده العالم في الشهر الاول من حكمه ما عدا الرئيس اردوغان. هل يشي هذا الصمت بسياسه معينه من قبل اداره جو بايدن في التعامل بتركيا تتسم بالتشدد تجاهها باعتقادك؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم. بدون شك ان هذه المساله والاتصال مع الرئيس التركي طبعا هي مؤشر، هي رساله الى حد ما، ولكن راينا ان الرئيس بايدن تاخر حوالي 4 أسابيع للحديث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، وهذا امر غير معهود، ولكنه يعكس ايضا ان هناك شيء وراء الأكمة إلى حد ما، وبالتالي وأيضا مع قادة آخرين، هناك عدد من القادة العالميين بعضهم في المنطقة وبعضهم خارجها لم يجري أي اتصال، وحتى لو جرى الاتصال فإن هذا ربما قد يساعد على تهدئة التوتر إلى حد ما، ولكنه لن ينهي هذا التوتر القائم بين أنقرة وواشنطن. الخلافات عميقة، الخلافات الآن بين البلدين هي أعمق مما كانت في أي وقت مضى منذ بروز ربما الجمهورية التركية في العشرينات من القرن الماضي، وهذه الخلافات هي خلافات حول العديد من القضايا. طبعا هذا لا يعني بأن العلاقة الأمريكية التركية ستنقطع تماما، لأن تركيا أيضا لا يزال ينظر إليها البعض في الولايات المتحدة في بعض المؤسسات الأمريكية على أنها لها أهمية استراتيجية في المنطقة، بالنسبة لروسيا، بالنسبة لإيران، بالنسبة للبلقان، وبالتالي فإنها هناك هذه الأهمية الاستراتيجية، ولكن عمق الخلافات الآن، أزمة الثقة الموجودة، هناك أصوات في الولايات المتحدة تطالب حتى بإخراج تركيا من ناتو وبعضهم من القياديين في الكونغرس الأمريكي. هناك من يعتقد وصف أحد أبرز الصحفيين الأمريكيين كتب مؤخرا بأن تركيا تشكل طابور خامس بالنسبة لحلف الأطلسي. هناك أيضا من يعتقد في تركيا بأن الولايات المتحدة تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لبناء جبهة مناهضة ومحاصرة لتركيا، وخاصة أنها الآن بدأت تتحول لدعم اليونان في المتوسط وتدعم المواقف الأوروبية، وأيضا تبني قواعد على عسكرية بالقرب من على الحدود التركية، وتفكر حتى بنقل القاعدة الأمريكية من إنجيرليك، وهي قاعدة استراتيجية مهمة جدا، الى كريت في اليونان. إذن هناك الكثير من القضايا، وهذه فقط بعض القضايا